وهذا السائل يقول: هل يجوز للمسلم أن يدخل الحمام أعزكم الله وبجيبه المصحف؟ يعني محل قضاء الحاجة أو الحمام اللي هو المغتسل؟ لا، قضاء الحاجة لا، ما يجوز هذا، ما يجوز إلا إذا خاف على المصحف. إذا خاف على المصحف أنه يسرق أو أنه يهان يدخل به ويخفيه، أيضا يخفيه في جيبه. أما إذا كان ما يخاف عليه إنه يضعه ثم يدخل في الحمام في محل قضاء الحاجة. نعم.